Al-Fatiha ila ruh, khususan Al-Syeikh Abi Abdullah Muhammad Al-Busiri radhiyallahu anhu. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلى الله عليه ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه أمن تذكر جيران بدي سلامي مزهد دمعا جرى من مقلة بدمي صلى الله عليه أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضامي صلى الله عليه أما لعينيك إن قلت اكف فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيك يا هيمي صلى الله عليه أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومنضرم لولا الهوى لم ترك دمعا على ظلل ولا أركت لذكر الباني والعالمين صلى الله عليه فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم صلى الله عليه وأثبت الوجد خطي عمرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم صلى الله عليه نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتري ذو اللذات بالألم صلى الله عليه يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنسفت لم تلمي صلى الله عليه عددت حالي لا السر بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحسم صلى الله عليه وحتى للنصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في الصمم صلى الله عليه إني اتهمت نصيح الشيب في عذل والشيب أبعد في نصح عن التهم ما
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمرتي بسوء ما تعظات من جهدها بنذير الشيب والحرم، ولا أأتت من فعل الجميل كرام ضيف على مبراس غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أواكره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. ما لي براد جماع من غوايتها كما يراد جماع الخيل باللجوم. كشر شهوتها إن الطعام يقاوي شهوة النهم. والنفس كالطفل حين تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فاسرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى متوان لا يسمي أو يسمي. ورائها وهي في سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. كم حسنت لذتان للمرء قاتنتان من حيث لم يدريان ثم في دسمي. وشد سائس من جوع ومن شبعين فالرب مخمصة شر من الطحمي. واستفرئ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمحمية الندم. وخالف النفس والشيطان
بينهما وإنهما ما حضا كالنسح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما وأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما ثمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزود قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرد ولم عصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتقت قدماه ضر من ورمي وشد من زغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم صلى الله عليه وراودته الجبال شبم من ذهب عن نفسه فأراها أيام الشمم صلى الله عليه وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام صلى الله عليه وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم صلى الله عليه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلى الله عليه نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم صلى الله عليه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله عليه دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم صلى الله عليه فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم صلى الله عليه وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام صلى الله عليه وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم صلى الله عليه فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم صلى الله عليه نزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله عليه تحمد دعته النصارى في نبيهم
واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم صلى الله عليه فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي صلى الله عليه لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم صلى الله عليه لم يمتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم صلى الله عليه احيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم صلى الله عليه كشمس تدار للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي صلى الله عليه كيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يا من تسلوا عنه بالحلم صلى الله عليه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه كل آي آتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم صلى الله عليه إنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام صلى الله عليه أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم صلى الله عليه زهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم صلى الله عليه لأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم صلى الله عليه لأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من بعد ني منطق منه ومبتسم صلى الله عليه يا طيب يعضل طربا ضم عدمه طوبى لمستنشق منه وملتسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدا منه ومؤتتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقام وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من
أسف عليه والنهر ساهي العين من سدام وساء ساوتا أن غابت بحيراتها ورد واردها بالغيظ حين ضامي كأن بالنار ما بالماء من بلال حسنا وبالماء ما بالنار من ضرام والجن تاتف والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصم فإعلان البشائر لم يسمع وبارقات الإنذار لم تشام من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقوم وبعدما عينوا في الأفق من شهوب منقطعة وفق ما في الأرض من صنام حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إسرام هزيم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتين رومي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من عشاء ملتقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم صلى الله عليه كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع القط في اللقام صلى الله عليه مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وتيس للهجير حمي صلى الله عليه أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم صلى الله عليه وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي صلى الله عليه فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أريم صلى الله عليه ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي صلى الله عليه وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن آل من الأطم صلى الله عليه ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا
منه لم يضمي ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيبي بمنتهم كم أمرأت وصبا باللمس راحته وأدلقت أربا من ربقة اللمم وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الذهمي بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيب من اليم أو سيل من العرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي يا آيات له ظهرت ظهورنا للكرى ليلا على فالدور يسدد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف في بالقدم لم تفترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام كمت لدينا ففقط كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق وما يبغين من حكم ما حربت قط إلا عاد من حراب عاد الأعادي إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضيها رد الغيور يد الجاني عن الحرام لها معاد كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فلا تعاد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإيسار بالسام قرت بها عين قاريها وقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر النار لظى أكفت حار لظى من ورد
بيدها شبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفهم طعم الماء من سقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير من يمم العفو نساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسوم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العدمى لمغتنم صلى الله عليه سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في داج من الظلام صلى الله عليه وبدت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي صلى الله عليه وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مقدوم على خدمي صلى الله عليه وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين صلى الله عليه حتى إذا لم تدع شهوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنيم صلى الله عليه قبضت كل مقام بالإضافة نضيت بالرفع مثل المفرد العالمي صلى الله عليه كيف تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم صلى الله عليه فحست كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مستحم صلى الله عليه وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم صلى الله عليه بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم صلى الله عليه لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
راعت قلوب العدا أنباءوا بعزته كنابت الأجفال كفلا من الغنم ما زال يلقهم في كل معتركين حتى حكوا بالقناة لحما على وضمي يودوا الفرار فكادوا يخبتون به أجنى أشالت مع الحكبان والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تقم من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قوم إلى لحم العيد قريم يجر بخر خميس فوق سابحته يرمي بموج من الأبطال ملتقمين من كل منتدبين لله محتسبين يسطو بمستصلين للكفر مصطلمين حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد قربتها موصولة الرحيم مقفولة أبدا منه بخير أبين وخير بعل فلم تيتم ولا تئمين هم الجبال فسال عنهم مصادمهم ما زار أي منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسال بدرا وسل أحدا وصول حف لهم أدهى من الوخم المصدر البن حمرا بعدما وردت من العدا كل مسوة من اللمم والكاتبين بسمر الخاتمة تركت أقلامهم حرف جيس من غير منعجم شاكي سلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتز بسيما عن السلم تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمين كأنهم في زهور الخيل نبت ربان من شدة الحسم لا من شدة الحسم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقان فماتوا في الرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصرين به ولا من عدو غير منقسمين أحل أمته في عرز ملته كالليس حل مع
الأشبال في أجمي كم جدلت كلمات الله من جديد فيه وكم خصم البرهان من خصمي كفاك بالعلم في الأمي معجزتان في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدام صلى الله عليه إذ قل ذاني ما تغشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم صلى الله عليه أضعت غي الصبا في حالتين وما حصلت إلا على الآسام والندام صلى الله عليه هيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلام صلى الله عليه إن آتي ذنبا فما أعدي بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم صلى الله عليه إن لي ذمة منه بتسمياتي محمدا وهو أوفى الخلق بالدمام صلى الله عليه إن لم يكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زالة القدم صلى الله عليه حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم صلى الله عليه ومنذ ألزمت أفكار مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم صلى الله عليه ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكام صلى الله عليه ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
جلالة عظمات إن الكبائر في غفرانك لمامي لا يا ربي من
لنا واغفر لنا خير الخلق كلهم.